وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إلياس الباروني، الأستاذ بالعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور إلياس. مرحبا أخي عبد الرحمن. دكتور إلياس، كيف تنظر إلى أهمية اجتماع الجزائر اليوم لدول جوار ليبيا؟ عبد الرحمن، تسعى الجزائر أن يكون لها مكان في المجريات الأحداث في ليبيا ومتوسط رأيه في تردي الأوضاع السياسية والأمنية. وكان نتاج هذا المؤتمر هو اجتماع قمة لوزراء خارجي دول الطوق الليبي، ولكن للأسف هنا تداعيات هذا الاجتماع لا يعلو إلى ما تقع عليه ليبيا في عملية مقاومة تنظيم الكامل الإرهابي، حيث أن كل الأطراف الآن تسعى إلى، هنا أقصد الأطراف الدولية، تسعى إلى الحل السياسي والسلمي للقضية الليبية. ولكن في المقابل أن هناك دول تسعى إلى خراب ليبيا، حيث أن مصر الآن هي من ضمن الدول الحاضرة، ممثلها السيد سامح شكري وزير خارجية مصر، وهو في هذا المؤتمر يقول، وفي هذه القمة بلاحة يقول لا التدخل الدولي والأجنبي في ليبيا. وهنا يهدف القول أو يهدف إلى قوله بأن هناك تدخل من تركيا وأيضا من بعض الدول الداعمة لحكومة الوفاق، وتراسى أو أن مصر هي أول الدول الداعمة لتنظيم الكامل الإرهابي متمثلة في خليفة حفتر، حيث زودته بكافة الإمكانيات، سواء كان إمكانيات سياسية وإعلامية وعسكرية، وأيضا القصف الجوي والتزويد بالأسلحة على المدنيين وعلى المؤسسات المدنية في ليبيا. وأيضا آخرها ما حضر في كلية العسكرية الذي ذهب ضحيتها إلى 32 طالب في الكلية العسكرية. هذا وفي نفس الوقت يقول في هذا المؤتمر ان على الاطراف الليبيه ان تتقيد باربع مسارات او اربع نقاط، وهي القضاء على الميليشيات وايضا توزيع الثروه العادل وتنظيم الجيش، اي تنظيم جيش يقصد به تنظيم الكرامه الارهابي، واي ميليشيات، هل الجماعات المسلحه أو المشيات كما يدعون أن هي التي قاومت الطغيان حفتر، وهي تمثل في الحقيقة هي الحاسة الوطني الحقيقي الذي تسعى إلى حماية ثورة فبراير والدولة المدنية. وفي نفس الوقت همها الوحيد الآن مصر هي توزيع الثروة، أي ثروة يقصد توزيع الثروة الآن متمثلة في إيرادات النفط، وإيرادات النفط الآن عملت مصر والإمارات على قفل الموانئ، صدرت أوامر إلى حفتر قبل هذه قبل صادرات النفط، حيث أن وصل الآن إلى 72 ألف برميل يوميا. وهنا يسعوا إلى هذه الدول إلى تشويع الشعب الليبي وإخداعه لإبناءاتهم وفرض الحل السياسي الذي يسعوا إليه، وهو تشكيل حكومة مستقلة، بمعنى إنها فترة حكومة الوفاق التي كسبت شرعية من المجتمع الدولي، وسعي نحو إلى تشكيل حكومة مستقلة حتى ينفردوا مصر والإمارات والسعودية في تشكيل حكومة موالية لهم. طيب سيد الدكتور إلياس الباروني، حكومة الوفاق امتنعت عن حضور هذا الاجتماع لوزراء خارجية دول ليبيا بحجة حضور وزير خارجية حكومة الثني، يعني الحكومة الموازية، واستنكرت ذلك واعتبرته مخالفا للاتفاق السياسي الذي تعترف به الجزائر. وزير خارجية الجزائر صبري بوغادوم اعتذر عن ذلك، أو إن صح التعبير، بقوله أننا لم نوجه أي دعوة لأي طرف من الأطراف الليبية وأنهم مستعدون للعمل مع أي طرف يعمل لصالح ليبيا. كيف تنظر لذلك؟ نعم، كيف على الجزائر أن تقوم بدعوة ما يسمى بوزير وزير الخارجية للحكومة المؤقتة في بنغازي؟ هذا طبعا في الحقيقة وقال أنهم لم يدعوه، هو قال أنهم لم يدعوه الجزائرية. هو ده أقل شيء ما تعمله حكومة الوفاق، هو عارف دكتور إلياس الباروني في هذه القمة التي تعتبر في الحقيقة، يعني نحن لا نعلم منها أن هي تكون مجزية، رغم أننا لك مؤتمرات دولية سبقتها، يعني برلين
الأسبوع الماضي، أيضا بلجيكا، فرنسا، باريس 1، باريس 2، أبو ظبي، كل هذه المؤتمرات الحقيقة تعتبر هشة. ولكن نحن تمنينا من الجزائر الشقيقة أن يكون لها دور فعال في حل الأزمة الليبية، وذلك في دعمها مع تركيا ودعمها لحكومة الوفاق وحكومة الشرعية، حيث أن الآن أصبح الأمر واضحا وجليا بأن حفتر لا يسعى إلى الإصلاح والتصالح، لا يسعى إلى تحقيق السلم، بل الآن أعلن صراحة بخرق الهدنة أو التهدئة. وبالتالي ينبغي الآن على الجيش الليبي الوطني والحرس الوطني المسمى الآن القوة المساندة والحكومة الاستعداد لنهاية هذا التنظيم والتوجه فورا إلى الرغمة وليس إلى الضواحى طرابلس، بل الهدف الرئيسي هو الرغمة القضية على حفتر زعيم تنظيم الكلام الإرهابي. نعم طبعا لابد من التنويه مجددا أن رئيس أو وزير الخارجية الجزائري قال أنهم لم يدعوا أي طرف من الأطراف الليبية في رده على استنكار وزارة الخارجية الليبية. نشكرك جزيل الشكر دكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.